اتفضلي. انا حلمت حلمين، ممكن اسالك على تفسيرهم يا دكتوره؟ اتفضلي. انا حلمت اول حلم ان كان ماما فاتحه باب بيتنا عادي، وكان في خناقه، فهي كانت بتحاول تشوف مين اللي بيتخانق عشان تلم الموضوع. وقدام قدام باب الشقه كان في كلب، هو باين عليه مؤذي بس هو ما اذنيش ولا عمل اي حاجه. بعد كده حاولت ان انا امشي عشان كنت خايفه من منظره، فلقيته دخل البيت عندنا وراح عمل حمام على السجاده وجري تاني ولا عمل اي حاجه غير كده. انت مخطوبه ولا متجوزه ولا ايه؟ ولا مخطوبه ولا متجوزه ولا اي حاجه، وسنك قد ايه؟ لسه 18 سنه. طب انت مرتبطه بحد؟ لا. الرؤيه وحشه جدا يا ساتر يا رب. الرؤيه وفي سيئه. حلم تاني بقى، استني لما تحل الاولاني. طب يمكن التاني يلغي يعمل الاولاني. يعمل ايه التاني؟ طب قولي بسرعه. اكتر من الكلب دخل وتبول، ايه تاني؟ طب انا اعرفها دلوقتي، استنى. ماشي. طب قولي تاني معلش، التاني جه بعده؟ التاني جه بعده بيوم، ساعتها انا عملت في حاجه كده دكتور صوفيا قالتها انك تصلي ركعتين بنيه ان ربنا يرد عليكي بسؤال، وتقولي الله 300 مره. ايوه. وتصلي على النبي. عملتها ساعتها، وكنت نمت وحلمت ساعتها في شخص ما انا هواجهه قريب اصلا، تمام؟ طيب. فحلمت بالشخص دوت ان انا هو خارجين في مكان، والمكان ده كان فيه مطعم، والمطعم ده مخرج كميه اكل بطريقه كتير جدا. فقلت له خلاص بدل ما المطعم ده يرمي الاكل تعالى نوزعه لله وللناس الغلابه. كويس. فهو قال لي طب تمام ماشي. فجينا ناخد الاكل لان المطعم شال الاكل تاني. قلت له خلاص طب تعالى نشتري كتب عشان انا بحب اشتري اقرا في الكتب. قال لي تمام. جينا نشتري كتب، فلقيت مدرس حد اتصل وقال لي انت عندك امتحان دلوقتي. فانا ما كنتش طبعا ولا مذاكره ولا اي حاجه. فقال لي خلاص تعالي ما تخافيش هنروح الامتحان. خدني ورحنا، لقيت امتحان عليا، والماده كانت ماده عربي تقريبا في الحلم، وانا طبعا مش مذاكره ولا اي حاجه. لقيته قعد جنبي قال ايه في اللجنه يعني، وقعد يحل معايا الامتحان، وانا اصلا مش عارفه احل حاجه ولا اي حاجه خالص، هو اللي حل الامتحان. وصيت على كده. هو ده اللي مرتبطه بيه دلوقتي تقريبا. طب خلي بالك منه تقريبا. بص انا هقول لك على حاجه. هو مبدئيا كل ما يمشي معاه في حاجه عدله ما بتحصلش. يعني قالت تعال ناخد الاكل ونوديه للغلابه، ما حصلش، الاكل اتشال. يعني بصي انا مش يعني مش عايزه افتري عليه وادعي ان يعني ان هو بيدعي التقوى وكده، او بس هو حد يخوف اصلا، لان دخول الامتحان محنه، هتدخلي معاه محنه وهيقعد يحل. يعني هو اللي هيورطك، تمام؟ هيورطك في حاجه. وسيبك من ده كله، يعني دخوله ككلب دخل البيت وتبول، دي قصه لوحدها، مصيبه كبيره. فحافظي على نفسك، خافي على نفسك يعني كبنت، وياك والخلوه. انت كلامي واضح؟ الله اعلم.